السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فويس بوكس دلوقتي شركة ميتا أعلنت إن هي هتستخدم حاجة كويسة جدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي خاص بالكلام. ده عبارة عن إيه؟ نموذج فويس بوكس ده هيحول النصوص لكلام أو لصوت، بحيث إن هي تقدر تاخد التكست وتعمله كصوت. الأوديو هوت هتاخد الانبوت اوديو والاديت اوديو والتكست انبوت وتبدا ان هي تعمل لنا صوت. هو نموذج الذكاء الصناعي تقدر تعمل منه مهام انشاء الكلام زي تحرير واخذ عينات، وفي تدريب خاص بحيث ان هو يبدا يتعلم اثناء الحديث. يقدر يعمل لك مقاطع صوتيه عاليه الجوده، ممكن مثلا تديله صوت وهو يبدا يشيل منه، مثلا لو في صوت عربيات موجوده او في نباح كلاب او في اي الشوشرة يقدر ان هو يشيلها. وبيقدر ان هو يتعامل مع لغات كتيرة، فهو متعدد اللغات. ده الموديل اوفر فيو. اي صوت موجود يقدر ان هو ينظفه من الشوشرة ويديك صوت طبيعي. ده صوت اللي فيه When the earth is frozen to a great depth of the roads in zero weather, and then arriving in zero weather amid أو يبدأ بقى ينقي الصوت. in zero weather in midwinter when the earth is frozen هسيب لكم رابط أسفل الفيديو بحيث إن أنتم تجربوا.